رحلة تنتظر هذه الحافلات على المعبر لإخراج السودانيين باتجاه مصر من وادي حلفة على متن عبارة، بعد أن أجبرتهم الحرب الدائرة في بلادهم على ذلك. الأوتوبيسات مليانة والمعابر مليانة وحلفة مليانة ودنقلة مليانة، والناس دي كل يوم بيطلعوا 50 باص وزي 30-40 ميكروباص، ده كله خاش على مصر والناس حالتها صعبة يعني. أجبر 100,000 شخص على الفرار عبر الحدود بسبب الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث في السودان، إضافة إلى 73,000 آخرين فروا إلى الدول المجاورة للسودان. والله الناس بايتين في الشوارع وفي المساجد وفي المدارس في وادي حلفة، فنحن بنحملهم وبنجي بنطلع الصباح بدري زي الساعة 7-7:30 بنمشي المعبر السوداني، فيلا النازول بيعملوا إجراءات ويعني إجراءات بيطول يعني. ليس الانتظار فقط هو ما يؤرق الناس على الحدود، بل ماذا سيحدث في السودان إثر الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.